لازم يوصلها لأصحابها ولازم يرجعوها لإلو اللي صادروها، رجعوها اليوم قبل بكرة. وثم نحن منقلن ومنكرر إنه المطران بده يواصل كل هالمساعدات اللي كانت تطلب منه، لأنه هيدا رسالته وهيدا دوره. ابحثوا عن العملاء في مكان آخر. هل يحاول الراعي هز العصا لحزب الله؟ وماذا عن موقف التيار الوطني الحر؟ تأييداً لمواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حيال قضية المطران موسى الحاج، توافد المواطنون إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان للمشاركة في قداس الأحد. غبطة البطريرك الراعي رأى أن سيادة المطران موسى الحاج تعرض للانتهاك في الناقورة، وعبر عن امتعاضه قائلاً أنه قد آن الأوان لتغيير الواقع الطافح بالأحقاد والكيديات والمكتظ بالسلوكيات المعيبة. وفي خطاب عال النبرة أشار رأس الكنيسة المارونية إلى أنه إذا كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانية فليبرزوه لنا، معلناً أنه من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة من دون الرجوع إلى مرجعيته الروحية أي البطريركية، وهو ما قرأ فيه الراعي إساءة للبطريركية المارونية وتعدًا على صلاحياتها. ما حصل مع المطران موسى الحاج هو تصرفات بوليسية ذات أبعاد سياسية بحسب ما وصفها الراعي، حيث طالب باسترجاع كل ما صدر منه، أي جواز سفره اللبناني وهاتفه المحمول وجميع المساعدات من مال وأدوية كأمانات من لبنانيين في فلسطين المحتلة والأراضي المقدسة إلى أهاليهم في لبنان من مختلف الطوائف، وهو ما استغربه رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية الصحافي فادي بودية في اتصال مع الجديد. لماذا يشدد المطران البطريركية على هاتف المطران وأمواله؟ هل يوجد في الهاتف ما يدين المطران وربما يدين من هو أعلى من المطران ويفتح على شبكات أخرى؟ وهل هناك أدلة تدل على تعامل المطران بشكل واضح ومباشر مع العدو الإسرائيلي؟ إن تصريح البطريرك اليوم حول مواصلة المطران عمله على خط بريدي نقل الأموال من داخل الكيان الصهيوني إلى لبنان هو خيانة عظمى للبنان وهويته، وهو شكل من أشكال التطبيع الذي يجسده فعل المطران، والمصيبة أنه بعلم البطريرك. بودية أسف لما جاء في خطاب البطرك، معتبرا أن الأخير يحاول أن ينقل الملف من السياسة إلى الطائفية والمذهبية. مع الأسف، كل الأسف، أن ينبري سيادة البطريرك للدفاع عن مطران ارتكب جريمة بدخوله لفلسطين المحتلة بحجة رعوية، ثم حمل أموالا من عملاء إلى عائلاتهم وربما إلى عملاء جدد يجري تجنيدهم، وهذا ما قد أو ما تتابعه الأجهزة الأمنية المعنية، وهذا ما يفسر سماح الإسرائيلي له بخروجه حاملا هذا المبلغ الذي يتخطى زيارة رعوية. من المؤسف أن سيد البطريركية يحاول أن ينقل الملف من السياسة إلى الطائفية والمذهبية، ويحاول أن يضع المسيحيين في خانة كأنهم يقبلون التعامل مع العدو، مع أنهم من أوائل من قاوموا وحاربوا هذا الاحتلال. سيادة البطريرك دافع في السابق عن سمير جعجع عندما ارتكب جريمته في الطيوني، واليوم يدافع عن المطران عندما ارتكب خيانته للبنان وللأمة العربية. ورداً على رسالة الراعي التي قال فيها كفوا عن قولكم أن المساعدات تأتي من العملاء وابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعلمون أين هم ومن هم، قال أبو دية: العملاء لا دين لهم ولا طائفة ولا وطن، دينهم الخيانة وطائفتهم ووطنهم المال. نعم سيادة البطريرك، علينا أن نبحث عن العملاء في كل مكان دون النظر إلى زيه الديني وطائفتهم ومذهبهم. وحبذا لو أخبرتم ذلك إلى مطرانكم أن الأموال التي يحضرها من عملاء إلى داخل فلسطين المحتلة، من داخل فلسطين المحتلة إلى ذويهم في لبنان، كانوا سبباً في أوجاع عشرات الآلاف من الناس في الجنوب وفي بيروت وفي البقاع وفي غيرها من المناطق، في التعذيب من مخيمات إلى القتل والتصفيات والاغتيالات. فهل هذه رسالة لبنان التي تريدون الدفاع عنها؟ سيادة البطريرك،
المقاومة الوطنية التي قاومت إسرائيل وقدمت الكثير الكثير من الشهداء من كل طوائف لبنان ومذاهبه، لن تسمح هذه الدماء الطاهرة لا لرجال دين في كنيسة ولا في جوامع أن يخبئ عمالتهم تعسا لوطن يدافع فيه عن عملاء ويجترحون مصطلحات للتعمية عن جريمتهم، بينما يشتم ويلاحق مقاومون قدموا أرواحهم لحرية هذا البلد. العميل يجب أن يعدم لا أن يرفع. هذه حقيقة لبنان وهذا تاريخ لبنان، لا يستطيع أحد أن يغيره لا مع تقدم الزمن ولا مع تطور السياسة. ولكم في من طبعوا عبرة لأولي الألباب. على المقلب الآخر، لا يفوت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فرصة للتأكيد على أن بكركي مرجعيته الوحيدة، وبالتالي إن موقف باسيل حيال هذا الملف كان طبيعياً جداً. فهل ستكون قضية المطران موسى الحاج هي القشة التي ستقسم ظهر البعير بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟ حزب الله والتيار الوطني الحر حلفاء في القضايا الاستراتيجية والخطوط العامة في سيادة البلد ومقاومته، وما عبر عنه في مقابلته الأخيرة النائب جبران باسيل عبر قناة المنار كان واضحا. أما موقفه من قضية المطران فيبدو أنه يخلط ما بين العمالة والفساد، الفساد الذي أدى إلى إفقار الناس والذي أدى إلى هذا الوضع في لبنان وجعل لبنان رهينة في يد من يريدون جره إلى التطبيع. أعتقد أن هاجس النائب باسيل في إسقاط حاكم مصرف لبنان قبل نهاية العهد جعله يخلط تماما بين القضيتين. قضية المطران هي قضية عمالة وخيانة، أما قضايا السياسة في لبنان فهي فساد ونهب وحصار لجر لبنان نحو التطبيع أي نحو الخيانة. بودية رأى أنه مهما حاول البعض استخدام مصطلح الأراضي المقدسة عوضا عن فلسطين المحتلة، ما هو إلا محاولة غير مجدية، مؤكداً أن فلسطين هي أرض مقدسة محتلة من قبل كيان غاصب صهيوني ستتم هزيمته.